يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحد أسواق الملابس إذا اشتريت منه بضاعة ثم أردت إرجاعها لا يعيد النقود، لكن يعطون فاتورة بالمبلغ لمدة 6 أشهر. يقول أحد أسواق الملابس إذا اشتريت منه بضاعة ثم أردت إرجاعها فإنه لا يعيد النقود، لكن يعطون فاتورة بالمبلغ لمدة 6 أشهر بحيث لا أشتري بها إلا من هذا السوق، فهل هذا العمل جائز؟ لا يجوز هذا، أنهم يماطلون بحقك ولا يعطونك إياه إلا بشرط أنك تشري منهم، هذا أكل للمال بالباطل، لا يجوز هذا. فإذا قبلوا فسخ البيع وإرجاع السلعة يعطونك نقودك، وإن إنك سمحت وقلت بأتأخر أخذها بعد مدة بطيبة من نفسك لا بإلزام فلا بأس بذلك. نعم.